لو الحكاية فيها إن فيديو زي ما بتقول لا يمكن كل نقطة مية تنزل على مصر ذات بنتكلم بالسيول إن إحنا نجمعها اللي عاوزة مليارات وعاوزة خطة تعمل على سنوات فهي زي ما بنقول اللي بنقدر في مناطق الحماية مش فيها مشكلة المناطق اللي انت بتشير إليها ما فيهاش أي أعمال حماية وبلغنا المحافظة المعنية نقول لها خلي بالك تبدأ المحافظة طبعا اذا كان هناك طريق بيبقى هناك طرق بديله تبدا تدي انذارات للناس اللي على الطرق عشان تحول الى مناطق معينه ومناطق طبعا لو مناطق سكنيه بتدي اشاره الحقيقه يمكن يعني ان شاء الله هنطرحها مع الساده المسؤولين انها بتكون عندها وقت اذا كان فعلا يهدد البشر او الروح يعني بيبقى لازم يبقى لها نوع من الانذار المبكر للناس ديت لكن احنا بنخاف دايما من الحركه على الطرق بنخاف على المناطق الاستراتيجية معرضة لكارثة من السيول الأخرى فإن شاء الله دي بتكون المحافظات بإذن الله بالحد ده من حوالي عدة سنوات مش وقت النهاردة يعني في جوابات هي متبادلة لكن أصبحت أمر واقع وتم بناء الجامعة وبرضه تقديرا منا لدي استثمارات دولة فالتكلفة 6 مليون جنيه حملت وزارة الري 4 مليون وتحملت جامعة سوهاج 2 مليون ونشترك يدا بيد انها كلها اموال دولة لا تفرق لا فرق بين وزارة الري وبين جامعة ومحافظة لكل من فيه مركب واحد وبالتالي احنا اشتركنا مع بعض وتم طرح العملية للتنفيذ برضه بنصارع الوقت حتى تكون الجامعة في الوقت. معايا الوزير حضرتك بتقول ان قبل كل تدي اشارات للمحافظات المعرضة للمخاطر بعد توقع في 72 ساعة هيئة الأرصاد بنتعاون معاها بتجينا في تعاون بينهم في البيانات بندي نشرة للمحافظات المعنية كل محافظة بنقول لها خلي بالك اتباع 3 أيام معرضة لخطر سيل بتبدأ هي دور المحافظة السادة المحافظين بقى بيبدأ بناء على هذه الإشارة من غرفة عمليات لكل محافظة احنا وزارة الري لنا خطتنا إن شاء الله في المؤتمر اللي هينعقد يوم الأحد الجاي 8:30 إن شاء الله هنعمله في الوزارة السادة جميع الوزراء السادة الوزراء السادة المحافظين برضه برعاية معالي الوزير تابعونا حاليا إن إحنا خطة بقى كل محافظة بيعودها السادة المحافظ أو خطة وزارة الري للتعاون بينهم إن شاء الله هيبقى مؤتمر برضه بإذن الله مكمل للمؤتمر بتاعنا.